والابن الروحي قدس الله واحد امين تحل عليه نعمته وبركته من الان كل اوان ظهر الظهور امين. النهارده احبائي تاملنا في متى 13 ايه 46 ومن 44 ل 46 مسيحي يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ايضا يشبه ملكوت السموات انسان تاجر يطلب لآله حسنه فلما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها، والمسيح دائما كان بيكلمنا عن طريق الامثال علشان المعنى يوصل بسهوله لاي انسان مهما كان متعمق او كان بسيط. فالمسيح بيشبه ملكوت السموات بلؤلؤة سمينة لكن في تاجر شاطر لما وجدها تاجر يطلب لآلة حسنة سمينة باع كل ما كان له واشتراها ايه هو ملكوت السموات ملكوت السموات يعني يعني قلبك يكون سما زي الانسان القلب بتاعه يكون سما يرتاح فيه ويسكن فيه يسوع ملكوت السماوات يعني المسيح يملك على قلبي يملك على حياتي يملك على فكري يملك على كياني يعني أحب يسوع أكتر من كل شيء في العالم هو ده ملكوت السماوات والإنسان اللي يحب يسوع ويملك المسيح على قلبه هتعيش السماء على الأرض ياما يعني ناس عايشة على الأرض بس هي عايشة السماء مش عايشة في الأرض ولا هموم الأرض تعالوا نتأمل في كلمة باع كل ما كان له واشتراها ننتبه للكلمة دي انه انه لم يقل ما قالش باع جزء لكن باع كل كل ما كان له فرق كبير بين واحد بيبيع او يتخلى عن جزء ويحتفظ بالباقي واحد تاني بيبيع كل شيء لاجل المسيح يعني باع كل ما له يعني بمعنى ايه ترك وتخلى فرغ قلبه من كل هموم العالم وكل حياة العالم اتحرر من كل آلهة غريبة اتحرر من ربطات الجسد ترك كل شيء في العالم وبقى حياته بس للسماء حياته للمسيح باع كل ما له يعني خلع نفسه من كرم العالم وغرس نفسه في غصن ثابت في الكرم الحقيقية اللي هو يسوع يعني يسوع هو مصدر شبعه يعني هو الكرمة الحقيقية في حياته باع كل ما له يعني ذبح الخروف وشواه زي ما ربنا قال عشان نخرج من أرض مصر لازم نذبح الخروف ونحط على أعشاب مرة ولا يبقى منه شيء للصفاح وتحترق الذبيحة بالكامل تتحول لرماد هو ده عشان كنيا مثلا نلاقي ناس تركت العالم لكن احتفظوا بجزء في حياتهم حنانيه وسفيرة باعوا فعلا الحق لكن احتفظوا بجزء من حياتهم في المال في حياتهم وده كان سبب بان هم يعني هلكوا ما مشوش الطريق باع كل ما له يعني تحرر من الارضيات ذبح الذات والجسد وده بيفكرنا برفقه ام يعقوب لما ابتدت علشان تديله البركه ذبحت جديين الجدير يرمز علشان اخذ البركه لازم اسبح الذات والجسد في حياتي باع كل ما له يعني اتحرر من كل ربطات الجسد من كل شيء ممكن يشبعه غير الله يتحرر من ارتباطاته باسرته يتحرر من ارتباطاته بوظيفته يتحرر من ارتباطاته باصدقائه يصبح الله هو كل شيء في حياته هو الاب هو الصديق هو الاخ هو الابن هو كل شيء عشان كده يقول له من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا وده بيصرخ بها المرنم انا معاك يا رب مش عايز حاجه لانك انت فيك كل حاجه فيك كل الشبع ليه القديسين تركوا العالم وليه لما راحوا الدير تركوا الدير وراحوا عاشوا في في الصحراء في اعماق الصحراء لان هم ادركوا ان شبعهم في يسوع بس النهارده لما يجي واحد زي الانبا كراس نقول له ازاي قعدت 57 سنه في صحراء وانت جاي من روما؟ يقول لك انا لقيت فيه كل شيء وجدته ان هو اللؤلؤه الثمينه اللي بيحت كل ما املك علشانه. الانبا انطونيوس مجرد ما سمع اسهب بح كل مالك وتبعني بح 300 فدان وترك كل شيء. لكن خد بالك ياما ناس ماشيه مع المسيح وتركه لكن تركه جزء. في جزء من 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 الارضيات في قلبها جزء من شهواتنا، جزء من افكارنا، جزء من محبة المال يعني كثير الكلام يعني كثير مننا مثلا لو قلت له اترك كل شيء يقول لك انت يعني دي دروشة دي ده شيء من الجنون احنا بنمثل احبائي كاننا في ثانوية عامة طلاب مجموعة طلاب في واحد بيقول لك أنا يعني عايز أنجح وخلاص يعني يا دوب 50%، في واحد يقول لك لا أنا عايز أدخل يعني كلية بس يعني أخش أي حاجة، واحد قال لك لا ده أنا عايز أجيب 90% عشان أدخل كلية محترمة، بس في واحد قال لك أنا عايز أجيب 100% اللي هو اللي, اللي يكون هدفه انه يدخل ما في واحد هدفه ندخل السماء ده بيدور على مكان لكن في واحد هدفه انه يحب يسوع انه يلبس يسوع انه يملك يسوع في حياته وهو ده اللي باح كل شيء باح كل شيء في حياته اللؤلة السمينة الكثيرة الثمن هي المسيح ده هدفه ملكوت السماوات عشان كده المسيح يقول في بيت ابي منازل كثيرة يعني ايه يعني على جد محبتك وعلى جد تركك على جد ما هتاخد في بيت ابي ما هو احنا مثلا كل ما هتحب المسيح اكتر كل ما هتجاهد اكتر تقول له الى ذكرك والى اسمك شهوة النفس ولما تحبه وتكتفي بمحبته هتدوس على كل العالم عشان كده يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك احنا تركنا كل شيء وتابعناك نأخذ يجلد ده انت تاخد من الضعف وتاخد ملكوت السماء كمان بس لما تترك كل شيء لكن لو لسه جزء في محبتك، نشوف واحد زي ابونا ابراهيم ترك اهله وعشيرته، ما فكرش هيروح فين، ده قال له ابنك حبيبك اسحاق، ماله يا رب مسك ابنه حبيبه واسحاق وحيله وابتدى ان هو يكتفه ويمسك السكينه علشان يسبحه، ليه؟ لأجل المسيح. لما نشوف واحده زي القديسه انيسيمون تركت جسرها وراحت عاشت في الصحراء. لما نشوف حد زي ماكسيموس ودوماديوس، القديسين العظمان دول تركوا كل شيء وتركوا الملك علشان يعيشوا مع ربنا تركوا كل شيء مش ترك جزء لا ترك كل شيء عشان كده لما نلاحظ في عرس قناة الجليل لما فرغت الخمر الخمر اللي هي الرضية خمر العالم ابتدى المسيح يتدخل لو خمر العالم لسه موجود ما كانش المسيح هيحول الماء الى خمر ما كانش هيقول لهم املاء الاجران ماء ناس كتيرة سلكوا في حياة الرهبانة لكن ما وصلوش لحاجة ليه لانهم لم يعيشوا حياه الترك يعني ايه حياه الترك مش انا املك فلوس لا انا املك شيء في فكري انا املك شيء في حياتي يعني مثلا نشوف انبا مصائيل انبا مصائيل وصل السياحه وعنده 17 سنه ليه لانه ترك كل شيء بالفعل نشوف الانبا بولا اول السواح ليه لانه ترك كل شيء بالفعل يا ما ناس عاشت في الصحراء وعاشوا في اضيره لكن ما وصلوش لحاجه القديسين لم يصلوا لحياة الكمال لأنهم لم يتركوا كل شيء اللي ترك كل شيء عشان كده يقول لك الذي يترك على الأرض كل شيء يملك كل شيء في السماء اللي بيبيع على الأرض كل شيء بيقتني يقتل اللؤلؤة السمينة في حياته ربنا يدينا نعيش حياة الترك يدينا ان احنا نترك كل شيء نبيع كل شيء لاجل المسيح ونشتري اللؤلؤه الثمينه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين